إلى الشباب الشجعان الذين ساندوا القوات المسلحة من قبل الجيش الوطني الليبي من جهة، ولكن أيضا التزامات من جهة قوات تابعة له مثل الوفاق الوطني. فازت قائمة إذن سيد محمد المنفي، يونس المنفي، رئيس الوزراء المعين السيد عبد الحميد زبيدة. الميزانية صحيح ما فيش دولة بدون ميزانية، لكن مش معناه كل ما يطلب يعطى. السادة النواب عندهم مطلب واضح أغلبيتهم بأن لازم القوات المسلحة تكون لها ميزانية مقدرة ومحترمة وتستطيع أن تقوم بمهام. ما يصدر من هذا البرلمان لا يتمشى لا مع المنطق ولا مع القانون، والبعثة الأممية يعني غاض النظر عن كل ما يفعلونه، بل هي مرتاحة إلى ذلك ومترونقة، مرتاحة غاية الراحة، لأنهم يقومون بالمهمة التي هي أتت من أجلها. البعثة الأممية حقها أن تسمى بعثة إدامة الصراع. ومهما بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها، فلن يكون جيشكم خاضعا لأي سلطة. فلن يكون جيشكم خاضعا لأي سلطة.